حياكم الله ليست مصادفة في أن لا يعرف إعلامي مثلي ضيفه لأول وهلة فما عاد بوسع أفذاذنا في الأدب والثقافة والمعرفة أن يجيدوا التعريف بأنفسهم وسط هذا الضجيج المفتعل العبثي للسوشيال ميديا ومريديها رغم ذاك وعند أول نقرة على كيبورد هاتفي وجدته مكتنزا مبدعا متنوعا مهابا وهو يمتطي صهوه الروايه والقصه في سرديه طويله من المواقف والحكايات والشخوص التي وظفها خير توظيف في حبكه رائعه جسدت معالم وايقظت عوالم وزوايا لم يكن احد ليدخلها غيره في محطات تراتبيتها كل ما هو انساني وفكري وكوني لن اطيل فقد كنت اتحدث هنا عن مبدع عراقي فذ ضيفي القاص والروائي الاستاذ امجد توفيق حياكم الله مساكم الله بالخير استاذ اهلا وسهلا وحقيقه كانت مقدمه غنيه بكلماتها ومعناها وهي غريبه ايضا في طريقه التقديم انا اشكرك بحق الله يسلمك استاذ حياك الله طبعا بالمناسبه للامانه حقيقه بسبب هذا يعني هذا التدفق الهائل في ما يعطينا الان يضخ ان السوشيال ميديا دائما ما يعني نفتقد صدى وصوت مبدعينا ولكن لا يعني الدره دائما ما يغاص لها بالفعل يعني فعلينا ان نغوص حتى نكتشفكم يعني يعني هذه هي مشكله عامه تتعلق بتاثير وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام على الكتابه بدت يعني حقيقه الكتاب على مستوى عالمي اصبح محاصر <applause> محاصر بمعنى انه عدد القراء في في تنازل فتره بعد فتره <applause> يعني كانت القناة الفضائيه اثرت <applause> فيما بعد السوشيال ميديا فعلت فعلها بحيث انه حاولت هذه الوسائل ان تسرق جوهر ما موجود بالكتب عبر خلاصات حتى تقدمها لل للقارئ او المشاهد على انه هي الحقيقه كامله والحقيقه هذه هذه مجرد خلاصات لا تفي بالغرض الاصلي من الكتاب، وطبيعي هذه هي مشكله مشكله حضاريه وما متعلقه بالعراق متعلقه بالعالم كله. نعم، شخصيا هل تجد من الظلم والاجحاف بحقك ان لا يعرفك الكثير كما تستحق؟ وانا طبعا كنت منهم، ان شاء الله بالقادم لا لن اكون منهم. <applause> لا المهم بالنسبة لي نعم. أن أن أصل إلى درجة بحيث أنه أنا أعرف نفسي جيدا كيف أفكر وما هو دوري للحياة الكلمة الصادقة تصل الآخرين ليس مهمنا الحجم المتحقق ولكن القيمة المتحققة هي الأهم من الحجم فكثير من الشخصيات الهامشية لها معجبون بالملايين فعلا وكثير من العباقرة والقامات الثقافية والحضارية والإنسانية ربما تكون مجهولة ولكن هذا لا ينال من قيمتها الحقيقية عندما يكون المعيار صحيحا تشغلك النخبة من العام أستاذ أمجد شاغلك في عطائك حينما تريد أن يقرأ لك من من الطبيعي انه اي مبدع يهمه ان يصل الى اكبر عدد ممكن من القراء. طيب. ومن ودائما هناك محطات النخبه في في مجال الادب يمثلوها حقيقه الزملاء المبدعون زائدا النقاد. وعندما يكون هناك راي نقدي متفق عليه حول اهميه روايه ما او قصه او قصيده و... وكذلك يؤيد او يثني على هذا الراي ادباء زملاء، هذا ايضا من شانه مو ان يدفع بالمبدع الاصلي اللي كتبه، يملك تاثير على من يقرا هذا من يقرا هذه الآ... الاراء <applause> وبالتالي تصبح اشبه ما ب... بقيمه معلنه عن قيمه الابداع المقدم. لكن ليس من اشتراطات الابداع ان يسوق الكاتب لنفسه. حدود حدود الابداع تتوقف عند منجز الثقافي على على قولتك الان قصيده كانت ام روايه ام قصه ام في لحظه الابداع اذا كان المبدع صادقا وحقيقيا في لحظه الابداع لا يفكر الا فيما يكتب والمبدع الذي يفكر في لحظه الكتابه بجمهور بجمهور معين او يخاطب طبقه معينه او نخبه معينه او مهما كانت هذه المجموعه اللي يخاطبها انا اعتقد هذا ينال من جوهر الابداع في لحظه الكتابه لا يفكر الانسان الا فيما يكتب هذا هو المهم يعني هناك تطابق ينبغي ان يكون تطابقا تاما في لحظه الكتابه بين يكتب و... ويتماهى مع الكلمات والجمل والمعاني والأفكار اللي ينتجها في بيت وبيئة تتعاطى الكتاب بشكل كبير بيئة مثقفة تربى ونشأ ضيفي الأستاذ أمجد توفيق يعني أنا بودي لي وللسادة المشاهدين ولمتابعينا الآن ان يتحدث عن هذه البواكير رغم انك تحدثت واسهبت بالحديث عنها في برامج اخرى لكن لا باس ان تكون الاعاده وهنا افاده كبيره حينما تتحدث بهذا الصدد لي شخصيا يعني ربما كانت البدايه من خلال جدي كان شاعرا وكان يوقع قصائده باسم الشيخ اسماعيل اليماني كان خطاطا وكان شاعرا وكان يدرس في مسائل فقهيه وله اراء محدده وانتاجه غزير والان هناك في المكتبه الوطنيه في الموصل خزانه خاصه تحتوي على المخطوطات التي انتجها جدي. ابي لم يكن كاتبا. ولكن إخوتي فأخي أرشد التوفيق هو شاعر وروائي لا. له رواية معروفة اللي هي نصف السماء وله ثلاثة دواوين شعرية مطبوعة وموزعة وكذلك بقية إخوتي كان لهم نشاطات ثقافية تتو... تختلف بين فترة وأخرى آخرهم أخي أكرم أيضا ألف كتاب تحت اسم الدرس الأصعب فهذه العائلة حقيقة نحن نشأنا وكنت أقول دائما بأنني أعد الكتابة فردا من أفراد العائلة فعلا سمعت من, من أتقل. لحظة فتحنا فتحت عيني على هذه الحياه، كنت اجد الكتاب موجود في في كل مكان في كل ركن من اركان البيت. قبل ان تكو ان تحتويه مكتبتنا في داخل البيت، فكان موجود واعتبره كان ولذلك كنت اتنقل من كتاب الى كتاب، من مجله الى مجله، لم يكن هناك برنامجا واضحا في قراءه ما اكتب، كانت القراءه متنوعه هذا من شأنه أن يفعل أنه يزيد أو سعة أن يجعل الإنسان يمتلك نظرة متسعة الزاوية لزوايا الإبداع فالحياة متنوعة وكذلك ينبغي أن النظرة لا أن تكون تنظر إلى جانب معين بل تمتلك من السعة اللي السعة اللي تمنحها العمق المنتج المعرفي الثقافي الأول الذي أمسك بالقلم الأستاذ أمجد توفيق وبدأ بالشروع بكتابته أريد تتحدثني عنه الخطوة يعني اللحظة لحظة الولادة الأولى لأول وليد لأمجد توفيق في البدء قبل إصدار مجموعة الأولى الثلج الثلج 74 التي أصدرتها نعم وزارة الثقافة والإعلام عام 74 كنت انشر قصصا قصيره وحقيقه بدات في النشر في مجله الاداب البيروتيه وقسم كبير من الادباء في بغداد لم يكن يظنون بانني عراقي لانني دخلت من النافذه وليس من الباب كيف يعني مجله الاداب كانت نعم تعتبر ارقى مجله عربيه بالفعل آه تصدر في في بيروت لصاحبها ورئيس تحريرها المرحوم الدكتور سهيل ادريس ففيما بعد تعجبوا انني انا انا موجود فبدات ايضا النشر فيما بعد جمعت القصص الاولى واصدرتها في هذه المجموعه بعد ذلك نقلت الى بغداد وعملت رئيسا لتحرير مجله الطليعه الادبيه وفي وقت الشيء الاساس الذي أعتز به أن مجلة الطليعة الأدبية لم تكن محض مجلة أدبية فقط كانت تقود اتجاه طليعي للأدباء الشباب فعلا. بحيث أنتجنا الملتقى الأول لشعراء الشباب أصدرنا كتب أقمنا مهرجانات واحتفالات آه، هذه الاحتفالات شملت محافظات عديدة هكذا كانت البداية شميل. القطيعه الجيليه ذكرت للشباب القطيعه الجيليه دائما ما ترد في هذه مناحي الابداع يعني في في الادب في الثقافه في الفن في القصه في حتى في يعني في كل المجالات ما تشكل ما لم تشكل عندك هاجس بدليل انك منحت الفرصه للكثيرين في ان يلجوا هذا الفضاء اللي هو قريب من اعتقد انه هذه كذبه اخذت اكبر من حجمها بكثير موضوع الجيليه والازاحه الجيليه أحسن. والصراع بين مم. الشباب وما سبقهم الشباب ليسوا موجودين في العراق فقط نعم. الشباب مم. وكبار السن موجودين في العالم كله وبالتالي كيف تعاملت امريكا او الصين او الاتحاد السوفيتي او او فرنسا مع مم. قضايا من هذا النوع مم. هذه ليست قضيه عراقيه وليست قضيه عربيه او قضيه اسلاميه هي قضيه انسانيه مم. بالتالي محاولة الإقحام أو محاولة إرغام شيء أن يأتي بطريقة غير طبيعية هذا هذا خارج المنطق مه. وخارج المنهج لا. الدور الدور لا يمنح كصدقة الدور ينتزع مه. عندما يكون هناك شاب ذكي ونابح والكذا ينتزع دوره مه. لأن الاخرين كانوا شبابا هل, هل ماتت الشباب؟ كنت في يوم من الايام شابا عندما اصدرت مجموعة الاولى كنت في الرابعه والعشرين من العمر. ها؟ الان هذا الشاب اللي كان عمره 24 سنه شنو مات له هو نفسه؟ هو نفسه اضيفت عليه لا. اشياء اخرى، فبالتالي محاوله وكانه من هم كبار في السن يقطع الطريق حجر يقطع الطريق آه. بامكان الجيد ان يشق طريقه مم. وايضا حتى العمر، العمر مو دل دائما دلاله نجاح او او قيمه مضافه. هناك من يكبر في العمر وكانت بداياته افضل من نهاياته وهناك العكس هناك تصبح تجربه تجربه معتقه معتقه صحيح. بالخبره مت... بالحكمة على الشاب أن يستفيد من هذه التجربة أن لا يعتبرها عدوا له كيف يتخلص منها وهذه الفكرة لا تتعلق بالعراق هي قضية عالمية وفي كل المهن لكن هناك أديب شاب وأديب شعيب وهناك طبيب شاب وهناك طبيب متقدم بالعمر وهناك ممثل صغير وممثل كبير في العمر هذه القضية موجودة الصراع الحقيقي هي محاولة يعني خلق بيئه لا تم لا تمتلك القدره على خلق طاقات ابداعيه حقيقيه وعلينا ان نكون منتبهين لذلك اشتراطات العرض والطلب ايضا اختلفت استاذ امجد بالامس كانت كان المنتج الادبي المعرفي الثقافي كان قنوات محدده الان في ظل هذا تحدث في مقدمتي عن السوشيال ميديا وهذا التدفق الهائل الكبير، الان لم تعد هذه الاشتراطات موجوده بدليل ان كل من هب ودب ربما هو ان يحاول ان يكون مثقفا ان يناطح هذا وذاك وما الى ذلك. هذا ايضا يمثل هاجس عند ال... عند عند اجيال على حساب اجيال اخرى او تخوفا من جيل اخر لربما يتعاطى مع السوشيال ميديا ب... باريحيه غير ما كانت سابقا. اعتقد انه هذا الموضوع تم الحديث عنه وصلنا إلى ما أن يس إلى ما يسمى بنظام التفاح. <applause> مال دورنو هذا الكاتب اللي أصبح أصبح لما تبحث عن السوشيال ميديا لن تكون في يوم من الأيام بديلا كاملا عن الكتاب <applause> ولن تكون بديلا عن أشياء كثيرة فالتركيز على هذا النوع آه انا اعتقد هذا تركيز ضد الثقافه وليس مع آه وليس مع الثقافه بشكل عام في يوم من الايام سئلت نعم. عن البرامج الثقافيه في آه القنوات الفضائيه العراقيه جميل وفي وفي حينها كنت ادير قناه فضائيه قلت انه البرامج الثقافيه التي تقدمها القنوات بشكل عام ضعيفه للغايه لسببين. السبب الاول انه القناه البرنامج الثقافي جمهوره ضعيف فعلا وما يجلب اعلان اللي ينتظر اعلان فعلا. البرنامج الثقافي صح. ما ما يجلب اعلان. صحيح. هذا السبب الاول. السبب الثاني من يتولى اداره هذا الاعمال تنقصه الثقافه الحقيقيه فهو يبتعد عنها و... و... والان اضيف سبب ثالث انه البرنامج الثقافي توفر ان ينبغي ان يتوفر له معد ومقدم مثقف صحيح. لا يصح ان يدير نقاش مع مع مبدع شخص صحيح. بعيد عن الثقافه او او اهتماماته سطحيه وشكليه نعم. نعم. فهذه الاسباب اللي نعم. تتأدي حقيقه الى الى ضعف المستوى نعم. العام لكل البرامج الثقافيه في كل القنوات نعم. من النادر ان نحصل على برنامج ثقافي ثري يوفر قضيتين المتعه اللي دائما احنا كنا نفسرها خطا وكانه هي مرادفه للتسليه المتعه الحقيقيه هي الثير الحافز لخوض تجربه قد تكون ذهنيه قد ت... الكتاب الجيد يمتعك لما تقراه تكتسب معلومه جديده هي, هي ايضا هذه هذه متعه ذهنيه توسع مداركك للحياه ومهمه المبدع في تقديري هو ان يعمل على زياده مساحه العالم مساحه العالم اللي يدركه هو نعم. يزيد عبر شيء واحد أن يحمل بقيم جمالية وبغير قيم جمالية لا معنى للإبداع ولا معنى لكل الصور والأشكال اللي يمنحها يعني أنا أريد أوصل إلى نتيجة الأستاذ أمجد أنه اليوم المهمة تكاد تكون عسيرة في ظل أنه اليوم هذه الأجيال اللي تتناسل وتتوالد جيل بعد آخر هو الآن علمهم السوشيال ميديا فيسبوك انستا غير هاي التويتر كل هذه المواقع في السوشيال ميديا علمتهم لغه الاختزال، هو غير صبور الان حينما يقرا روايه او قصه، حتى هؤلاء الشباب الان مثلوا النخبه بشكل أبو او باخر مو العامه، وهذه تعد مهمه عسيره لدى من يكتبون اليوم على الاقل، كان لك قراء قبل ان تظهر هذه والى الان لك قراء، بنية قاعده مهمه جدا من مهتمين ومريدين ويتعاطون مع ابداعك و كل الاعمال الادبيه اللي تبنيتها وكتب عليها وصمت بامجد توفيق، لكن المشكله الان تكاد تكون عسيره عند هذا الجيل او غيره يعني. يعني الى جانب يعني اتفق الى جانب كبير، وعلينا ان نعرف ما يلي، الان على سبيل المثال اكو موجه انتاج روايات هذه الموجه عاليه، مهم. في الفترات السابقه لم تنتج نسبة ضئيلة من هاي الروايات المنتجة حاليا حتى أفهم عراقيا عراق عراقيا عراقياً, عراقيا, نعم وعراقيا وحقيقة على مستوى الوطن العربي مم. أيضا هذا الكلام صحيح هناك أسباب عديدة وراء هذه الظاهرة وعادة الرواية يعني لا توجد رواية أقل من مئة صفحة وربما تصل إلى ستمية مم. وسبعمية صفحة مثلا روايتي الساخر العظيم هي ستمية واثنين وستين صفحة مم. وعندي روايات ب 300 صفحه و 200 صفحه على الاقل بشكل عام اقول ما يلي الكتاب جسم ميت جسم ميت جسم ميت مم. تبعث به الحياه في لحظه القراءه فعندما يتناول القارئ اي كتاب يحول من جسم ميت الى جسم تبعث به الحياه وليس هناك ليس من من قراءتين متشابهتين أه. كل قارئ يفهم ما يقراه بطريقه معينه أه. والكاتب ما متوفر لكل قارئ حتى يشرح له في كل دقيقه هذا أه. هناك كتاب وهناك قارئ أه. القارئ يفهمها له قراءه خاصه ليش لانه القراءه تتطلب استحضار الخزين المعرفي للشخص أه. فمن من يمتلك تجارب وخبره وقراءات يصل الى الى مدارك والى قيم ربما لا تتوفر لقارئ اخر اي القراءات هي اصح حقيقه من حق اي متلقي ان ينتج الدلالات اللي تنسجم معه وبالنتيجه يتحول الى راي المؤلف الى راي اخر مضاف الى هذه الاراء ومن هنا نشات نظرية موت المؤلف آه. آه في وقته ضمن تطور نظريات السرد اللي نعم. خاصة قادوها نعم. آه بدءا من التشكيلين الروس وانتهاءا بالاجتهادات الفرنسية شخوص والحكايات والأمكنة تتجسد كثيرا في رواياتك وأعمالك الأدبية أنت مرتبط بالمكان كثيرا أستاذ أمجد وقد تكون الموصل واحدة من هذه الأمكنة المهمة في في هذا التجسيد يعني. عادة السرد يعني يعتمد على زمان ومكان وحركة. طبعا. <applause> فالمكان جزء اساسي يعني ليس من انسان ان يعيش في حياته الا في في مكان او امكنة، <applause> فبالتالي المكان موجود. غيرك عوضوا قراء يعني غيرك عودوا قراءهم على التغريب، هذا قصدي يعني. انا. لا حتى التغريب. <applause> حتى التغريب آه. يعني, يعني, مو يعني انا ارجع الى الى الى, إلى فرق بين انه ان يكتب السرد مثلا السرد يعنى بالصيروره يعني بالزمان ومكان وحركه نعم. ينتجه بينما مثلا الشعر يعتمد الكينونه من الممكن قصيده كامله انت ما تجد بها مكان او ما تجد بها زمان فعلا. قصيده عاطفيه انت ما تعرف هذه مكتوبه في في بغداد او في نيويورك ممكن نعم السرد اشتراطاته مختلفة كيف؟ أه لما تتحقق الحركة لابد من زمان ومكان مم. حتى أص... تتح... تحدث الحركة وهذا هو جوهر السرد، مم. جوهر السرد. فيما يتعلق ب... بتجربتي في البداية كنت أركز حقيقة على البيئة وعلى البيئة الجبلية تحديدا مم. كانت هناك رواية تتحدث تت... أنا أه تاثيرات هذا أنا وال... الموضوع رواية كانت مهمه تتحدث عن هذا الموضوع يعني عن الجبل و... اكو عندي المجموعه الاولى الثلج المج... المجموعه الثانيه جبل الابيض تتحدث جبل. وعندي روايه طفوله الجبل طفوله الجبل طفوله الجبل هي كلها تتحدث عن هذا الموضوع يتحول ال... تتحول البيئه الى كائن حي يعني محاوله انسنه الطبيعه يا سلام الطبيعه تصير تعكس ثقافتها وشروطها ومعاييرها على المكان اللي يعيش بها م. فمثلا المواطن اللي يعيش في بيئه جبليه هو غير المواطن اللي يعيش في بيئه صحراويه م. او بيئه اهوار او بيئه اسكيمو كلها ثلوج هذا طيب. اشتراطات البيئه تترك تاثيرها تاثيراتها وبصمتها على ال... السلوك والتفكير وال... وكذلك وكذلك ال... الزمن يعني هناك تاريخ وجغرافيا م. الجغرافيا عاده ثابته ولما يصير تغيير الجغرافي يحتاج مئات والوف السنين مسائل التعريه حتى يتغير الجبل الى غير شكل او يصير نعم هزه نعم. ارضيه بينما التاريخ متغير يعني هناك زمن جغرافي شبه ثابت او شبه ثابت آه لا هو ثابت يعني تقريبا واكو زمن جغرافي متغير التاريخ هو هو ضمن هذا المتغيرات الزمن يفعل فعلا انه يؤثر بها فالاحداث اللي صير والتصورات والمحن والازمات والصراعات اللي يخوضوها البشر من التكوين الاول لحد هذه اللحظه ايضا لها هي تاثيرات تاثيرات هائله وخاصه لما تكون لا توجد روايه بدون صراع بدون آراء بدون فكر بدون قيم جمالية وأي نظرة يعني أنا عادة أولي الفكر والفلسفة أهمية كبيرة في, في هذا المجال صح. لأنه حقيقة وأنا أعلنت عن هذا بصراحة نعم. أقول أن التاريخ البشري بكاملة من آدم وحواء إلى يومنا مم. هذا هو تاريخ للإخفاق والفشل بدليل مم. مم. بدليل الحروب اللي اللي موجوده حروب دينيه وحروب قوميه صحيح. وحروب على المصالح تبقى رغم كل الانجازات اللي حققوها البشر من من صناعه العجلة العراقيه القديمه والكتابه وثوره الاتصالات الحديثه والتطور العلمي والطبي والتكنولوجي ولكن هذه كلها ما تردع الانسان ما ردعت كل البشر من نزعه تدميريه لا تزال الحروب قائمه إلى, الى يومنا هذا لا. فهذا التاريخ ايضا يؤشر انه كان بنقص خطير ينبغي اعلاء القيمه الانسانيه اللي من الممكن ان تحل المشاكل والصراعات استنادا الى العقل واستنادا الى الحكمه و واست... آه مو استنادا الى القوه والى المصالح. جميل أستميحك عذر في فاصل ثم نعود لنكمل ما بداناه ولا زلت في اول الحديث يا استاذ امجد. فاصل قصير اذا احبتي نعود بعد لتكمله ما تبقى من اول الحديث مع ضيفي المهم الروائي والقاص الاستاذ امجد توفيق. حياكم الله احبتي عود على بدء وتكملت مشوار اول الحديث مع الاستاذ الروائي والقاص امجد الاستاذ امجد توفيق. أه السؤال سيف والاجابه غمد والسؤال نار والاجابه ماء. في اعمالك الادبيه في رواياتك في سردياتك هذه الجميله الغاليه الراقيه تثير اسئله ام تجيب عليها استاذ امجد؟ انا اثير اسئله. نعم. السؤال عمرا يكون اقدم من من الاجابه من الاجابه اي سؤال هو يس يسبق مم الاجابه ولكن كل الاجابات بسرعه تعجز وتساقط ويبقى السؤال, السؤال شاب يا سلام يبقى السؤال شاب هاي تتعلق بالخبره هاي تحتاج مساحه ثاني أنا آني شخصيا استوعب <applause> عيد لي <applause> 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 ارجوك <تصفيق> لا دائما اقول انه هناك اسئله كونيه تتعلق نعم. بالفلسفه وتتعلق بالفكر قيلت من اجداد اجداد قيلت وكانت الاجابات اللي موجوده تتجدد تهرم اجابه تاتي اجابه اخرى وتهرم اجابه وتاتي اجابه اخرى فيبقى السؤال هو نفسه شاب يا سنة. والاجابات تهرم وتموت م. لانه ما في واحد من من عندنا يمتلك الاجابه الكامله نهائيا م. فشرفنا ان نلقي السؤال الصحيح والاجابات تبقى غابه على كل انسان ان يدخلها ويقطف ما يشاء من ثمارها او من متاعبها جميل أه تقول في مكان في معرض ردك على السؤال كل بطلاتي لي علاقه عاطفيه معهن اريد تحدثني عن المراه في شخوص رواياتك وفي سردياتك من البدء اؤكد احنّا في العراق وفي العالم الثالث نعيش ضمن مجتمعات ذكورية. م. هذه المجتمعات الذكورية تلقي بظلالها غير الإيجابية على المرأة كإنسان ينبغي أن يكون مكافئ ومتساوي م. مع الرجل. فأنا أعلن بصراحة أنا مع المرأة في كل ظروفها أه. وفي واعتبرها دائما تستحق ان نقف يمها نتيجه الظروف اللي اللي تعاني منها ونتيجه الفهم السيء او او غير غير المكافئ لجهدها وضح. رغم انه هي في الحياه تشكل الجانب الجميل منها أه. والجانب الموحي والجانب الانساني العميق في هذه الحياه. اعتني ب شخوص رواياتي من النساء وأتفهم حتى لحظة الخطأ عند إحداهن م. وأسباب هذا الخطأ ولذلك عندما أسأل يعني أي أي شخصيات هي أقرب نعم. إليك أقول كلهم كانوا قريبين م. الخاطئة قبل غيرها أنا أتصور نفسي مع كل شخصية ما دام أنه كتبتها وعشت معاها وعرفت سبب أخطائها وسبب صراعها وكيف تتصور وما هي الأهداف المتحققة في هذه القضية فأنا منتمي للجميع زائدا ربما هناك أكو فكرة قد تكون جديدة من هو اللي أكثر قدرة على التأثير بي حقيقة من يخطئ اكثر قدره على التاثير بي من يقوم بعمل صحيح قد اشجعه فقط اما من يخطئ فانا اتعلم منه جميل اتعلم منه كي لا اكرر مم. الخطا مم. فهو اكثر قدره على ان يكون استاذا لي مما أن من شخص اخر يوجه النصائح جميل في اي روايه نجد وفره لهذه الانسانيه التي تحدث عنها بفيض الان وتحدثت عنها ايضا في شخص رواياتك للمراه، في اي روايه يتجسد هذا الحديث؟ هذا الكلام يتجسد أضغر... هذا الحديث مم. في روايه الظلال الطويله، مم. في روايه الساخر العظيم، مم. في روايه ينال، في روايه الحيوان وانا، في حي... روايه زمن الارجوان. حقيقه لا تخلو اي روايه من رواياتي من من هذا الجانب. جميل. نتهم كعراقيين بان ذاكرتنا في أحيان كثيرة مثقوبة ولذلك ليأتي الأستاذ أمجد توفيق وغيره ليؤرشفوا إلى هذه الذاكرة ويثبتوا جدوى في أن نتذكر نتذكر الكثير من, من الأشياء والشخوص والحكايات تتسرب من بين أيدينا وينتهي بها الحال إلى النسيان يهمك جدا أن, أن, أن توثق من خلال هذه الأعمال أنه هذا يعني هذا ال... هذا الداعي للتوثيق هو داعي اخر مضاف الى الجمال الذي تطرحه من خلال هذه الكتابه والى الابداع بالتاكيد يعني. في تجربتي انا حريص جدا ان تكون كل روايه مختلفه عن الثانيه كي لا اكرر نفسي اولا وثانيا حتى اقدم شيء مساحه جديده الى المساحه المشكله. تاريخ او تجربه المبدع يعني ممكن واحد يشبهها ببنايه يبنيها طابق بعد طابق قد تكون فتعدد التجارب يمنحها ارتفاع ارتفاع اعلى ولما يتحقق الارتفاع الاعلى بمعنى المشاهد اللي تنظر لها من خلال الارتفاع هي أعلى مما يوفرها الطابق الأول أو الطابق الثاني عندما تكون في الطابق العشرين لا. على سبيل المثال مم. هذه تجارب تترك تأثيراتها والمبدع بشكل عام حقيقة ينبغي أن يكون مهموم بالجمال يعني أتحدث لك عن قضية مم. هي معروفة هناك رواية عالمية الكل يشهد بعظمته مم. اللي هي ايه؟ روايه الجريمه والعقاب اه ماديسوفسكي هذا يتفق عليها في امريكا او في الصين او في روسيا او في العراق وهي كتبت ايام روسيا القيصريه اه كتبت جوهر الحادثه اللي تتحدث عنها الروايه يقوم مم البطل راسكو نونيكوف بقتل مرابيه عجوز الهدف من هذا القتل هو السرقه مم هذا الحدث بحد ذاته وانا دائما اقول اي مركز شرطه في العراق باحداث اهم من هذه الحادثه. يا سلام، الله عليك. ولكن عظمه دستوفسكي بالتحليل النفسي الهائل اللي قدمه نعم. والفكر اللي مم. نضح منه اللي اجبر قيصر روسيا على اعاده النظر في عقوبه الاعدام. هذه العظمه اللي بقت طيله وعاشت خلال هذه السنوات القوه الفكريه اللي تمنحها بدون فكر الفكر يمنح العمل الابداعي المستقبل قد الاعمال افكارها هزيله تكون موجوده للتسليه مثل راكب قطار في دوله اوروبيه ياخذ كتاب يقرأ للتسليه باول محطه يوصل يرميه بسله المهملات <applause> وينتهي هو امضى وقت ممتع مع قصه لطيفه للتسليه وانتهت ولكن القضيه اللي تثير قضيه فكريه هذه تمنحها المستقبل فعلى هاي مر هاي المئات السنين اللي اللي مرت بقى شخصيه راسكولينيكوف مم. حيه وبقى دستوفسكي كاتب عظيم مم. هذا هاجس لديك ايضا في ان أنا تتجسد أنا أنا المثال نعم. جسدت يعني تجسد المثال اللي جسدته يعني يتجسد ايضا في روايتك واعمالك يا انا اقول انه دائما انه الجانب الفكري مهم مم. يعني عندما اقرا كتاب اريد اريد ان اطلع على ثقافه الكاتب ووجهه نظر الحقيقيه المعبر عنها بطريقه مباشره او غير مباشره. مم. اما عندما يقود لي اشياء انه اساسا اراها انه مجرد صدى رخيص لواقع متخيل لا اكيد ب... انا لا استطيع ان اكمل كتابا بل انا اراهن على الكتاب من عشر صفحات الاولى، اما ان استمر في قراءته او اتركه. مم. لا وقت لدي اضيعه على قراءه اشياء مكرره. مم. والكتابة الجيدة على طريقة الديك الفصيح من البي... نعم. من صحيح. البيضة يصيح صحيح. فممكن هذا هناك كتابات كثيرة ولكن الجيد منها قليل م. وهناك دواوين كثيرة والجيد منها قليل وهذا يصح على كل الأشياء طقوس كتابة الرواية القصة في هذه ال... المطوله السرديه غير ما يعني غير ما يذهب اليه الشاعر في كتابه قصيده، ده. هذا المتخيل القصيده احيانا تكتبه او لا تكتبه او هو يكتبها هكذا قضيه زمانيا هي قصيره مدتها، لكن قضيه كتابه الروايه وكتابه عمل شاق وتقول احيانا انا امام مس اقف امام مسؤوليه في ان لا تكون هذه هذا العمل هو يشبه العمل الاخر، هذه مسؤوليه وهذا تعب مضاف كبير جدا يعني. صحيح تماما آه. صحيح تماما القصيده قد يكون و... ينتقل في في باص وتاتي وضمه وعلى أو... عفو... على... بتأتي... على ورقه نعم. بسيطه ممكن ان ينجز قصيده ولكن عمليه كتابه اشتراطات الروايه تختلف لا يوجد مبدع يستطيع ان يكتب روايه في جلسه واحده او جلستين او ثلاثه او عشره مم. يعني زمنا زمن الكتابه زمن التفكير وزمن التفكير وزمن هذا نعم. يستغرق اكثر مم. طبيعي هذا آه، تابوات السياسه والدين والجنس هل اجتزتها بالتوريه آه والتلبيح ام بالتصريح؟ المهم بالنسبه لي ان تصل آه القارئ بوضوح م. يعني عندما اقول اسال اسئله يعني هو دائما نرجع الى سؤالك القديم عن السؤال اللي يبقى حي م. كنت اقول هل كانت الاديان عنصر واحدة ام اختلاف؟ طيب. هل كان الجنس للمتعه ام إيه لابقاء النسل؟ م. هل كانت السياسه اللي تدثر بالقوه هي هذه قوه مبصره او قوه عمياء؟ مه. هذه كلها تاتي بطرق غير مباشره حتى تثير الاسئله ان تنظر إلى شيء إذا كان سياسي أو ديني أو لا. جنسي بمنظار حقيقي بدون هذه التابوات اللي تخلقها وهناك فرق كبير بين أن تناول سطحي هزيل مبتذل وبين تناول عميق كنشاط إنساني الكل نعرف إنه هو موجود <applause> الدين موجود ويؤثر في حياتنا والسياسة موجودة وتأثر في حياتنا والجنس موجود ويؤثر في حياتنا لا يوجد إنسان يستطيع أن ينكر ذني الثلاثة يبقى طريقة التناول وطريقة النظرة والوعي اللي يتكون من هذا بحيث يفضح القشور المزيفة اللي حول هذا أنا أعتقد أي مبدع ليس لاي مبدع حقيقي ان يتخلى عن هذا الدور اقدم الاستعاره من خلال ما تفضلت به حضرتك للجريمه والعقاب يعني هاي الروايه اللي قلت الان هي يقراها في الصين تقرا في اليابان في امريكا في العراق أه عولمه الفكر والثقافه بعنوان الحداثه واليوم أه فلان الروائي او فلان الشاعر او الفنان هو الان معروف في امريكا في بلده الام ومعروف في بلدان كثيره هذا بفضل هذا القريه الصغيره اللي خلقتها ان السوشيال ميديا والاعلام الرقمي الجديد. أه يشكل عندك هاجس ام تعتبره هو دافع وشيء مضاف في ان يعطي المبدع ما لديه والروائي تحديدا او انا اعتقد نعم اي انجاز انساني هو موجود للانسان اينما يكون. طيب. نجاح فكره في اي دوله من دول العالم، انا اعتقد هذا نجاح ينبغي ان ينعكس كنجاح للانسان، م. فبالتالي هو هو أو لم بقيمته. عندما تكتشف علاج لمرض من الامراض طبيب معين، انا لا يهمني هذا م. هذا اكتشفه في روسيا او في الصين او في امريكا. المهم انه هذا انجاز انا احتفل وشيد بمن خدمه للبشريه. طيب وانا اعتقد انه تاثر في مجال الـ 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 الاداب. كلنا قرانا لكتاب فرنسيين وانجليز وامريكان وروس وصينيين وعرب ومن دول العالم الثالث وانا اعتقد هاي هي الثقافه الانسانيه وتاثرنا ببعض ورفضنا بعض اخر انا اعتقد هذا هو الشيء الطبيعي لان الحضاره مو ملك شعب معين او قوميه معينه، هي ملك الانسانيه فعلا. كلها، ولكل انسان في كل انسان اللي يحمل صفه انسان من حقه ان يكون ان تكون له بصمه في هذه الحضاره. قد تكون هناك اشياء الثقافه المحليه مم. مع احترامنا الكامل لها ينبغي انه ثقافه الشعب وهويته ان تكون محترمه في كل دول العالم. لعنى. ولكن هناك فرق بين انه الحضاره اللي هو هو تراكم هذه الثقافات مم. بالمعنى الكلي للكلام نعم وبين ان احافظ على ثقافه ناس محدودين يتكلمون بلغه قد تكون غير معروفه، من حقهم ان يحتفظون بها على اقليتهم ولكن هذا لا ينفي الدور الحضاري اللي البشر كله يستفيد منه ومن حقه ان يبني وان تكون له بسيطة يعني شريطه الحفاظ على يعني متطلبات الهويه الوطنيه الهويه و... الوطنيه آه. نعم مم. يعني في في عالمنا هناك قوميات مختلفه اديان مختلفه مه. مذاهب مختلفه مه. الطبيعي ان نحترم كل هذا التعدد الهويات نحترم مه. وشرط هذه الهويات ان تكون مخلصه لنفسها وليست معتديه على الهويات الاخرى طيب. هذا هو الشرط الوحيد طيب الا تتفق يعني ما اخذ اخر وهو تسويق الردي ضمن نطاق هذا ال... هذا العالم القريه الصغيره اليوم انه يسوق الرديء دائما ويخلي له بصمه بعنوان ما تحدث عنه في, في نظام التفاهه او ليكن ليكن هناك دائما ظواهر هناك ظواهر او وسائل جنسيه وهناك م. قضايا اخلاقيه وهناك دفاع عن اشياء مرفوضه م. مثل المثليين وغيرها م. وغيرها أحسن. ودول تتدخل من اجل اشاعتها م. وترعاها م. وتشكلها اعلام وشعارات لكذا هذه الظواهر في اي ثقافه وفي اي حضاره هناك ظواهر من الممكن ان ترفضها وتدينها وظواهر انشيد بها وانا اعتقد ان الزمن والطبيعة البشرية كفيلة بأن تتجاوز هذه الحالات مهمة المثقف أو الكاتب تتوقف عند حدود منجزة الأدبي من كتابة من أعمال خلص يتوقف هنا ويترك للآخر مجال القراءة ومجال البحث ومجال التقصي ومجال سبر أغوار ما كتب ويفهم الإشارات والمسجات من عنده وين حدود أن يتوقف أستاذ أمجد المبدع الحقيقي مثقف ودور لا. المثقف دور كبير وما نريد أن نأيد ما المثقف العضوي والفاعل وعلى طريقة كرامشي وما يتحدث عنه ولكن هناك حقيقة في واقعنا مم. أنه المثقف بطريقة أو بأخرى محاصر من قبل السياسي مم. السياسي يعرف قيمة المثقف والألق وممكن ممكن أن يستخدمه للتأثير والكسب والمثقف يعرف أنه السياسي يمتلك القوة ويمتلك المال هذه المعادلة دائما في الصراع بين المثقف والسياسي تنتهي إلى انتصار ساحق للسياسي وفشل للمثقف لأن المثقف إنسان أيضا يحتاج ان يعيش، مه. يحتاج ان يدفع بدل ايجار، يحتاج ان يودي للطبيب ويحاصر في في رزقه، مه. الابداع كله في الدول العربيه او العالم الثالث ماكو ابداع قادر ان يعيش صاحبه بكرامه، مه. فهو مضطر ان ان يعمل، يعمل وزير، يعمل كناس، يعمل سائق تاكسي، اي اي بقال، مه. اي قضيه مطلوب أن يعيش والمبدع الحقيقي يحاصر من خلال عمله ويذل من خلال عمله أيضا أه. ما عدنا القيمة أو الطريقة اللي أحيانا تعتمد في دول يعني خير ما بينا الآن ما يطبع ألف نسخة ألف نسخة قياسا إلى أربعين ثلاثة مليون عراقي أه. يشتعني تعني أه. هذه قضية أصلا, أه. أصلا مخزية في حين أغنية بائسة ومبكية في حين أغنية بائسة قد تحقق اعلى تطلع الايرادات تطلع بـ آه. بـ بالملايين بينما مثلا في اوروبا دار نشر من الممكن تطبع روايه لكاتب تطبعها بالبدايه ممكن ب ألف نسخه من نجحت فورا نزلت ميتين ألف نسخه وهذه الدار اتفقت مع مجموعه من, من دور مخصصه بالترجمه وترجمتها لعده لغات بين, ف... بين ليلة وضحاها اصبحت ملايين النسخ مم. بلغات متعدده منشوره وتحول هذا من شحاذ الى هاري بوتر مثلا اذا تتذكر وغيرها إيه يعني امثله كثيره مم. احنا ما عندنا هذه الظواهر عندنا اذا اكو واحد او اثنين حققوا نوع من التوازن الاقتصادي فهذا حقيقه استثناء قصه في التسويق له المحتوى حتى تكون الفكره كامله لدى المتلقي الان المشروع. لا لا التسويق التسويق أنا تسويق. عندنا آه. عندنا كتاب لدينا كتاب رائعون في كل المجالات مم. ولكن عندنا تسويق من اردأ ما يكون او لا يوجد تسويق حقيقي عندنا لانه اذكر انه الان المبدع عليه ان يعتمد على نفسه او على دور النشر ودور النشر حقيقه مجالاتها ضيقة تعتمد على المعارضة التي تأتي لامست هذه الحقيقة اللي تحدث عنها يعني العلاقة الملتبسة ما بين السياسي والمثقف في زمن الأرجوان حينما تتحدث عن نعم. ثورة تشرين وكذا أي نعم. نعم. تحدثني عنها مهمة تحدث حقيقة زمن الأرجوان هي تحاول تستلهم طبيعة الانتفاضة شباب م. تشرين م. اللي حدثت بالتسعة عشر وظيفة المبدل الحقيقي هو مو كاتب تاريخ ولا, ولا كاتب بيوميات ولذلك أنا أعتقد الفكرة تخمرت في نفسي وكتبتها بال24 بينما هي حدثت بالعام 19, 19. بعد خمس سنوات هي جوهر الرواية يمنح حقيقة ولاء وقيمة كبيرة للأسباب الحقيقية اللي خلت الشباب العراقي ينتفض وانتصار لدورهم وما واجهوه من 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 حمله تشويه انت بحيث انتهت هذه الانتفاضه الشريفه اللي هي اجمل شيء حدث عندنا نعم انتهت الى نتائج ما كنا نتمناها وبالتخل... لغه التخوين ولغة نعم ما كنا نتمناها نعم. واطلاق الشعارات ال... والتهم الرديئه عليهم حقيقه ما كنا نتمنى ان تنتهي بهذا الموضوع لان هذه حقيقه كانوا يمتلكون الروح العراقيه الحقيقيه. كانوا يطالبون بوطن حر عند سياده لم يكن مدافعين عن قوميه او عن دين او عن مذهب او عن اي شيء اخر، م. كانوا كانوا عراقيين م. حقيقيين. يشهد لك الكثير بتجربه اداريه ناجحه في بعض المؤسسات الاعلاميه منها ما هو مقروء ومنها ما هو مرئي. المقروء فنون مجلة فنون ومجلة الطليعة الأدبية والمرئي يعني قناتين مهمتين في وقتهم يعني ما بعد التغيير وتجربة ثرية وفذة بشهادة زملاء كثيرين أنا لا هنا لا أمدحك بأنما أنقل هذه الشهادة بأمانة أمامك الآن وأمام المشاهد في القناه البغداديه وفي قناه الرشيد أه تجربه ما اضافت عبء على ومسؤوليه مضافه غير مسؤوليه الكتابه العظيمه الجسيمه اللي نتحدث عنها وتعرفها كل خصوصياتها وكل دهاليزها واسرارها يعني أه تعرف انه الانسان في كل احوال ينبغي ان يعمل حتى يعيش نعم لانه يعني ما احنا ما عندنا كاتب يستلم راتبه وهو طبعا انا هنا اسال الكتابة. لا استهجن انه انت اتجهت لهذا لا لا ف... فكنا آه. نعمل عملنا في في مهن مختلفه حالنا حال اي مواطن مم. اخر في تجربتي في عمل القنوات الفضائيه العمل في القنوات الفضائيه وبشكل عام هو عمل حديث اشتراطاته لم تكن لم تكن مكتمله فيما يتعلق بالتجربه العراقيه دائما كان هناك اهم دائره تاثر به هي ما اسميها الدائره الماليه من يمتلك المال يمتلك القرار ودائما من يمتلك المال مو بالضروره ان تكون قراراته صائبه او منسجمه مع عمل ثقافي سياسي متطور الى علاقه بملايين المشاهدين، فهناك صراع يصير صراع. في تجربتي حاولت أنا أحقق تغيير. تغيير ما قائم على على صراع. الصراع لا. ليس هدفا. مه. الهدف هو القيمة الحقيقية البصلة. وأنا يعني أشكرك على المقدمة اللي حضرتك تحدثت بها. حاولت انا احقق نوع من الانسجام الداخلي م. في عمل القناه لا. واكون وان اكون مدافعا م. امينا عنهم وبالتالي ايضا احقق انجاز على مستوى تقديم برنامج فعلا. يليق بالعائله وبالمواطن العراقي جبي. هذا اللي حاولنا ولكن دائما الطرق لم تكن مفروشه بالرياحين فعلا فدائما هناك اثمان عليك ان تدفعه واحيانا ما يملك القرار هو يعني طبعًا. يكون هو طبعًا. آه ان يكرم المرء في حياته ام آه بعد وفاته العمر الطويل لك انا اتحدث بشكل عام هنا ودائما ما احنا يعني جيدين جدا في تكريم الاموات بدل الاحياء اللي يعيشوا بوسطنا هم مبدعين بقاماتهم وشخوصهم واعمالهم ومنجزهم ايا كان نوعه هذه هي هي مشكله حقيقيه احيانا يموت المواطن لانه لا يمتلك ثمن دواء ويصرفون في الفاتحه عليه مئات اضعاف ما كان يحتاجه من دواء كي يصله هذا حال حتى لفترة قريبة حتى الجامعات العراقية ما كانت تدرس المبدعين اللي على قيد الحياة ينتظروهم أن يموتون لا. الآن تغير, تغير الموضوع بطريقة أو بأخرى انا اعتقد التكريم الحقيقي للمبدع هو الاهتمام بمنجزه. <applause> اهتمام بمنجزه كيف؟ بطبعه، بتوزيعه، بفتح مجالات لا. امامه، بترجمته، لا. هذا هو الاهتمام الحقيقي بمنجزه. ما مطلوب ان يتم التعامل مع المبدع وكانه أرملة ينتظرون حتى ينطوا مكافاه بكل سنه مره ينطوا او ما ينطوا ومبالغ هزيلة اصلا هاي معيبه آه فراس يلح عليه يقول لي عندك آه اقل الدقيقه بالزميل آه فراس المخرج طبعا تحيه له نعم باقل الدقيقه كرمت في داخل وخارج العراق واكو مسابقات كثيره الان هي تكون الشغل الشاغل طبعا فيها مردود مادي فيها شهره فيها اتساع يعني اسم وعنوان هذا المؤلف او ذاك ايضا تشغلك هذه القصه البوكر مثلا مسابقات اخرى مهمه الان على مستوى الخليج على مستوى الوطن العربي لا تشغلني على الاطلاق ما تشغلك وانا اعتقد انه كتابي هو بامكانه ان يدافع عن نفسه عند قارئه يا سلام وعلى كل شيء كتابك هو الذي يدافع عن نفسه وهو الذي يختار موقع الصداره يعني <تصفيق> شكرا <تصفيق> جزيلا لهذا الفيض شكرا جزيلا لهذه المحبة والاريحية وهذه العوالم التي لم اقتطع منها في هذا اللقاء الذي مرت دقائقه ولحظاته طويلة سريعة كلمح البصر ما اخذت منه سوى قطع صغيرة من هذا الجمال وهذا الابداع شكرا جزيلا شكرا, شكرا جزيلا ويعني اتمنى ايضا للمشاهد يعني في اني عرفت اليوم وكنت جزء من عملية التعريف هذه الال الصغيرة جدا في هذا العطاء الكبير للاستاذ أمجد توفيق في أن نكون قد وفقنا في التعريف بشكل مختصر وبسيط لا يتناسب مع حجم الإبداع الكبير للقاص والروائي الفذ والمهم العراقي الأستاذ أمجد توفيق شكرا جزيلا لوجودك أستاذ أمجد شكرا, أمجد شكرا شكرا حياك الله ختام أول الحديث كالمحتاد أحبتي أستودعكم بحفظ الله ورعايته دمتم سالمين طيبين والى اللقاء